حين جامعة سوهاج قدرت أنها تتصدر الجامعات المصرية بمحو أمية 100,000 دارس من أهالي هذه المحافظة. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا عبر الهاتف دلوقتي دكتور خالد عمران، نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون خدمة المجتمع. أهلا بيك يا فندم، صباح الخير عليك. أهلا وسهلا بحضرتك. حابين حضرتك توضح لنا الخطة اللي تمت وضعها لتحقيق المركز الأول على مستوى الجامعات في محو الأمية. خلينا أقول لحضرتك في البداية، طبعا قضية محو الأمية من القضايا الشائكة، من القضايا المهمة اللي القيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطوها اهتمام مهم جدا في الآونة الأخيرة، وضرورة الاهتمام بأهالينا وضرورة السعي إلى محو أميتهم حتى يستطيعوا أنهم يندمجوا في المجتمع ويحققوا الإفادة المرجوة من المجتمع في ظل طبعا الجمهورية الجديدة. وإحنا عارفين طبعا حضرتك أن شعار الجمهورية الجديدة جمهورية مصرية خالية من الجهل والفقر والمرض. والاهتمام بالتعليم برضه على مستوى على كل المستويات وكل الفئات، وده هدف من الاهداف المهمه لاهداف التنميه المستدامه 2030، وبالتحديد الهدف الرابع من اهداف التنميه المستدامه ضروره الاهتمام بالتعليم وتوفير تعليم جيد لكل المواطنين، يعني سواء كان اطفال او كان كبار لابد من الاهتمام بتوفير تعليم مهم وجيد بالنسبه لهم. الجامعات اتخذت هذه التوجيهات الرئاسية والتوجيهات القيادة السياسية وبدأت تشتغل عليها، لأن القيادة السياسية قالت لابد من دخول الجامعات في هذا المعترك، لابد من التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. الجامعات منوط بها أشياء كثيرة جدا في هذا الملف، منها إعداد القوى البشرية المدربة والمؤهلة في مجال تعليم الكبار. لازم الجامعات هي اللي بتعد القوى البشرية اللي تقدر تدخل هذا المعترك وتقدر تنجو بأهلية. ازاي بقى دكتور خالد؟ يعني احنا عارفين ان كل طالب عشان يتخرج لازم ليه عدد معين من الناس يمحو أمية، لكن السؤال المهم اذا سمحت لي، ازاي بيتم اعداد هؤلاء الطلبة؟ لانه مش كل طالب متعلم يقدر ان هو يتعامل مع ناس ويمحو أميته. تمام، انا هاجي لحضرتك في التسلسل اللي عملته جامعه سوهاج تحديدا، لانه تجربه جامعه سوهاج من التجارب اللي احنا بنقول عليها تجربه ملهمه وتجربه فريده ومتميزه في هذا الملف. جامعه سوهاج خدت التوجيهات القياده السياسيه وبدات تشتغل عليها. اول حاجه عملناها في الجامعه انه تم انشاء مركز لتعليم الكبار داخل الجامعه، في مركز لتعليم الكبار يهتم بهذه الجنسيه. بعد كده انشق طلع من المركز ده مجموعه من الوحدات داخل الكليات المعنية بإعداد المعلم، زي كليات التربية والتربية النوعية والتربية الرياضية وكليات التجارة والألسن والأثار. بعد ما تم إنشاء المركز وإنشاء الوحدات أصبح لابد من وجود قرار ملزم للطلاب، اللي هو القرار اللي حضرتك بتتكلم عنه أستاذ محمد، قرار خدته جامعة سوهاج بتكليف طلاب الكليات النظرية والكليات اللي تهتم بإعداد المعلم اللي أنا ذكرتهم لحضرتك من شوية، بيقوم كل طالب بمحو أمية 4 دارسين على الأقل كمتطلب إجباري من متطلبات التخرج. ومش كده وبس، ويكون اختياري أيضا برضو للكليات العملية، يعني حتى الكليات العملية شاركت في التجربة لما لقيت النجاح اللي حققه طلاب الكليات النظرية. طب عملت إيه الجامعة تاني؟ عملت ده على مدار سنين الدراسة، مش في فترة زمنية محددة، لا على مدار سنين الدراسة من سنة أولى لغاية ما يخلص السنة الرابعة، لكن لا يحصل على شهادة التخرج إلا بعد اجتياز هذا المتطلب الإجباري اللي هو محو أمية 4 دارسين على الأقل، وده أؤكد بالنسبة للكليات النظرية والكليات المرتبطة بإعداد المعلم. طيب في بعض الكليات زي كليات التجارة والحقوق والألسن والآثار، واحنا يعني مش زي كليات التربية، مش زي طلاب كليات التربية، هنمحو ازاي أمية الدارسين؟ فبدأت كليات التربية مع مركز تعليم الكبار في الجامعة تعمل سلسلة من الدورات التدريبية المجانية للطلاب. كنا بنعملها في قاعات كليات التربية والتربية النوعية والتربية الرياضية. الطالب اللي عنده فتح فصل ومش عارف يتعامل ازاي مع الدارسين الكبار، فاحنا بنتم من خلال هذه الدورات وبالتعاون طبعا مع فرع محو الأمية وتعليم الكبار داخل محافظة سوهاج، بنبدا ندربه ازاي يتعامل مع الكبار ونعلمه طرق التدريس المختلفة، ازاي يتعامل مع هذه المناهج، ازاي يعدهم ويؤهلهم ان هو يقدر يمحو أميته في بعض الوقت. برضه الجامعة عملت خطة إعلامية وتم تنفيذها على مدار السنوات الماضية واحنا مستمرين فيها ان شاء الله، بسلسلة من الندوات التوعوية
لطلاب الكليات داخل الجامعه بقرار مجلس الجامعه وبالدورات التدريبيه اللي بتاسسها الجامعه او مركز تعليم الكبار لتدريب الطلاب على هذه المشكله. برضه الجامعه خصصت مجموعه من الحوافز المميزه للطلاب اللي هم يشاركوا في مشروع محو الاميه وتعليم الكبار، سواء كانت الحوافز دي حوافز ماديه او حتى معنويه او خصم من الرسوم الدراسيه او خصم من رسوم الاقامه في المدينه الجامعيه، فكلها حوافز تشجع الطلاب على المشاركه في هذا المشروع. ومش بس حضرتك الطلبه اقبلت على المشاركه نظرا لهذه الحوافز الماديه او المكافئات، لا، الطلاب اعتبروا انه المشروع ده مشروع قومي وانها مسؤوليه مجتمعيه في الاول وفي الاخر قبل ما تبقى فيها مكافاه ماديه. الطالب كنا بنقول له يعني ما يصحش انك انت طالب جامعي في كليات التربيه او في كليات التربيه النوعيه او في اي كليه من الكليات وموجود جنبك في الشارع بتاعك في دار امي لا يعرف، ممكن يكون حد من اهله كمان وكمان حد من اهله، يعني من نقطه حد من اهله كان رئيس الجامعه سواء الرئيس السابق او الحالي عمل مبادره ان الطالب اللي يمحو اميه احد من والديه الاب او الام او حتى اقاربه الاخ او الاخت او العم بنعمل له زياره لمقر الاسره بتاعته بنقول لها زياره تشريف وليس تكليف. الزياره بيكون فيها موجود رئيس الجامعه ونائب رئيس الجامعه لشؤون المجتمع وعميد الكليه المختص ومدير فرع الهيئه العامه لمحو الاميه داخل المحافظه وعدد من اعضاء التدريس، بنعمل له تكريم لهذا الطالب في مكان مقر عمله، وده كان لها مردود ايجابي جدا عند كل الطلاب الموجودين. الاجراءات دي وغيرها خلى جامعه سوهاج حصلت على المركز الاول في بعض الدورات الامتحانيه وحققت طفرات زي ما حضرتك قلت في المقدمه، وصلت الى اكثر من 100,000 دارس تم محو اميتهم عن طريق جامعه سوهاج. برضه اقول لحضرتك بعض الارقام لانه الارقام دائما بتبقى ليها مدلول اكيد صوره بشكل اكبر من الكلام النظري. لو بصينا بس على انجازات جامعه سوهاج في الفتره من ابريل 21 لغايه ابريل 23، اقول انه كانت في ابريل 21 كان عدد الناجحين فيها 853 دارس، وكانت محافظه جامعه سوهاج في الترتيب 16 على مستوى الجامعات المصريه. في يوليو 21 زاد العدد شويه في 2016 وكانت ترتيب جامعه سوهاج في المركز الثالث ودلوقتي في 2023. طيب على كل حال بنشكرك دكتور خالد عمران نائب رئيس جامعه سوهاج لشؤون خدمه المجتمع.